تفضل. يما يا نبع الحنان يا عطر روح المكان، الغلا باقي زمان وانت للقلب حنون. يما يا نبع الحنان يا عطر روح المكان، الغلا باقي زمان وانت اغلى من العيون. ايه مشتاق الغلاك والغلا قلبي عطاك، ايه يما من سواك ولا ابد غيرك يمون. شوفتك تسوى كثير والله اني لك اسير، حبك بقلبي كبير وانت لك قلب حنون. القطاره تمشي خلاص ان شاء الله. تبارك الله، ان شاء الله تبارك الله. الله انا وصلت يا اخي، تحرمنا ليش؟ وراك ما وصلت. هذا اللي موجود. ها؟ وحده ثانيه. طيب يقول عطنا ثانيه، هذا طلب. صوتك ما شاء الله لا تحرمنا هالصوت الجميل يا اخي. عطنا اي شيء. هذه طبعا عن الطاعه. يا سلام. معروفه هي طبعا، يعني نشيده معروفه، لكن ايش؟ حبينا احنا نقولها بصوتنا. يا سلام. سالت دموعي سيل ساهر ومتخبي، أسهر وذوق الويل شفقان من ذنبي. سالت دموعي سيل ساهر ومتخبي، أسهر وذوق الويل شفقان من ذنبي. وصرخ بجوف الليل سامحني يا ربي، وصرخ بجوف الليل سامحني يا ربي. يا ربي أغراني سترك وكيله كيل، يحرقني عصياني وتدري أحبك حيل. والخوف ملاني شايل كفوفي شيل، سالت دموعي سيل. يا سلام الله. صوت تتغلى انت ما شاء الله عليك، تغلى علينا. هذا اللي اللي بعد التغلي، ما هو بالتغلي. ايش عشر من التغلي هذا؟ هو ما توضع. هلا بيجهز لنا، بيجهز لنا الحين ابو عابد. ابشر باذن الله. بناخذ لفه ونرجع لك. ابشر ابشر. ها باذن الله. ابشر. يقول يقول كنترول عطنا حقة اللفه. يقول هذا كلمه من احبابنا المصريين، اخواننا المصريين دائما يجيبون الامثله الحلوه والكلام الجميل والسجع الجميل. يقول يقول انت لما تيجي للدنيا، انت لما تيجي للدنيا او انت لما تيجي للدنيا انت راح تيجي في لفه ووعه، وراح تطلع من الدنيا في لفه ووعى، ما بين اللفة واللفة ما تتكعبرش في اللفة. يعني حياتك قادم لها في المهد وراح تطلع وأنت في كفن، ولكن أنت به تلعب عليك الدنيا وتغرك وتغشك الدنيا. ووعى ما بين اللفة واللفة ما تتكعبرش في اللفة. كثر اللفلفة. الشاعر زودها تكثر اللفلفة. طيب أخوي سعد نسمع منك. وش اللي خاطركم فيه؟ والله ما شاء الله اشوف معك قراطيس واجد والله. الله يسعدك يا سعد، صرنا نمول عليك شوي ترى. ابد ابد. تبغى ارجع لك بس له ولا خلاص؟ لا لا لا. ما تتكعبرش ما ادري ايش معناها ترى. فك لا تسال. يقول لك توع. توع. نعطيكم قصيدتين. تفضل. عشان نتيح المجال. تفضل. طبعا برضه نستمر على المراجع اللي نخلصها. يا سلام. اقول المراجل فعل والميقاف عاجل، المراجل فعل والميقاف عاجل، حاضر بحاضر على نادوستها من طناخه ما تعذرنا باجل،
ضاوي من فعلنا فانوسها عزتي للي يقولون المراجل هينة والهينة في روسها حاسبين انها لغى ولا مساجل ضيق الله بالفعل ملبوسها يا نديبي ود المرسول زاجل للعوب اللي يبيه منكوسها دام عنها مثلها مقيد محاجل في يده اسهام واعطى بقوسها لا يلبس دام للحق دام ما للحق داجل ولا صفت عيب عليه يحوسها كان هاللي متعب نفسه وهاجل في المعالي حلها ونروسها. يا سلام سلام. اللي بعد ثانية أقول لا حي يقول لي علامك لا حي يقول لي علامك ما هي العادة أنا مع الناس أعاملها بشيمتها